اللي تقول فيه الهيكة أنه راه ثم صفقات مشبوهة لأنه كان يفسخوا أسماء الشركات اللي طالبة الشيء هذي ما نعرفهمش الشركات هذوما، مع شيء أنه المعروف عاد نفس الطلب شفهيا ومستحيل نحن بنجيو وننسبوا له كلام ما قالوش، بل بالعكس أنا أذكر تماما أنه صار نقاش بينتي أنا وياه لأنه يقول أنه هذه الصفقة تربح منها تونس 20 مليار وبالتالي يقول هذه يمكن إسنادها للوينتي اللي عنده العديد من الإشكاليات المالية. وأتذكر تماما النقاش اللي صار بيناتنا وقلت له أنا هل تعلم ثم لعبة في التلفزة حصة متاع العاب تعرفش قديش المداخيل متاعها؟ قال لي ما نعرفش. قلت له أرجع لهيئة الاتصالات لو تقول لك راهو في حدود 30 مليار وبالتالي راهو قدام السيادة نتاع دولة وإنها تسمح للأجانب البث في أراضيها. راهو عملنا استشارة كلمنا الشخص زاد نقول لك عليه اسمه ستيف باكلي، خدم برشا في تونس معنا في بداية الانتقال الديمقراطي في سنة 2011، جاء فهمتي عن طريق أرتيكل 19 فهمتي خدمنا معنا. راهو هو في بريطانيا وهو مختص في الترددات واتصلنا به وقال ما ثماش حتى دولة تؤجر الترددات نتاعها على الأجانب. وبالتالي الكلام اللي يقول فيه انه هو ما صارش ان ناكد لك صحيح ما صارتش المراسله صارت في شان صارت شفاهيا، ولكن طلب منا مش انا وياه راس وفود قاعدين ورفضنا مره اخرى وقلنا له راه بعثنا رساله الى مجلس النواب موجودة. هل طلبكم ولا استشاركم ولا قال لكم راهو شنو هو الحكايه نتاع نجم ندخلوا 20 مليار؟ لا طلب انه نحن احيا ذلك الطلب نتاع سيد عمال الفهري متبنيه. يقول متبنيه ويقول راهو نجم نربحوا 20 مليار وهذا نجم استثماره بالنسبه للوينتي تماما يعني الكلام هذا. وارجع زيد وضح لنا اكثر هشام حكايه تاجير الترددات شنو هو لو ريسك معناها؟ يعني يحبوا شركات اجانب تجي تاجر حزمه من الترددات لانه الترددات لي فريكونس هذوما فيهم زوج انواع، ثم دي فريكونس فهمتي اللي هما ماهمش اوبيراسيونيل ماهمش قابلين للاستعمال، ثم دي فريكونس قابل للاستعمال. شنو هو قابل للاستعمال؟ قابل للاستعمال اللي يحددهم الوينتي اللي يعمل لهم ديزيميتور بسرعة باش نقول لك. الغير قابلين للوحد هذوما جاوا شركات يقول لك اعطيني لي فريكونس هذوك الغير مش قابلين وانا نرجعهم قابلين للاستعمال، يعني نشري نجيب ديزيميتور نصبهم في البلاد ونبدا ناجر فيهم. ياجر فيهم لشكون؟ باش ياجرهم الاجانب طبعا مش للتوانسه، لان التوانسه عندهم كراسي شروط وعندهم لي فريكونس نتاعهم. يعني كانت ثم خطوره وخطوره كبيره جدا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أعطيني يا سيدي وزير الاتصالات هذايا اللي هو مسؤول سيد أنور مسؤول على الترددات وعنده أذرع في الإدارة نتاعو اللي هي الوكالة الوطنية للترددات اللي هي الوانتي، أعطيني فقط قام بشيء. تو مثلا وزير الاتصالات اليوم ثم قاعد يقوم بحاجات وقاعد يقوم بمراسلات وما إلى ذلك، أعطيني هو قام بحاجة يقول راي عندي ترددات تمت سرقتها مثلا. اعطيني علاش الهيكا راهو الناس يقولوا هيكا وسعيد ليه نورمال مور قبل ما توصل هيكا هو تفك التردد والتردد هو على ملك يعني على تحت اشراف وزاره الاتصالات. ما قامش حتى بعمل قانوني يتاكد انه هو على الاقل يشعر انه راهو ثم استهلاك الترددات خارج الاطار نتاع القانون. اعطيني حاجه عملها تجاه مثلا قناه الزيتونه لانه الوقت اللي تولي الوزاره هي عباره على ايديولوجيا وتولي المصلحه الحزبيه قبل المصلحه الوطنيه تجب تحدث كوارث، ومع الاسف اليوم ثم شبهات في الجانب هذايا. فما الوضع الوضع معناها في الجهه وقت سامحني وقت اللي هاو باش نقول لك حاجه وقت الانتخابات وثم ناس حالة في سعيد الجزيرة ذي 68 ساعة حصينا له يتوجه فيها للشعب التونسي مباشرة، هذا مش نحكي على البرامج هو صوته هو 68 ساعة فهمت، بينما الاخرين ممنوعين. ما كانش ينجم وزارة الاتصالات تشوش على الإذاعة هذه تقنيا، هل كان يمكنها ذلك أم لا؟
تعرف أنه مجلة الاتصالات أخطر بكثير فيما يتعلق بالاستيلاء على الترددات من مرسوم 116. مرسوم 116 ما فيش حتى عقوبة سلب الحرية، بينما مجلة الاتصالات اللي تحصل على تردد يستعملها في البث تنجم توصل إلى عقوبة 5 سنوات سجن. وين هالارماتورة اللي عنده القانونية هذه؟ أعطيني شنو استعمل منها. تيجي اليوم يقول والله راهو توظيف سياسي، أي توظيف سياسي يزيد لا سمحني كلمة تكفير أنا لا يقل خطورة على التهمة الجديدة هذه، أنك أنت وقت تعطي حقائق للناس وتأكد للناس شنو القاعد يصير وتولي أنك أنت تعمل في السياسة. وعشان في البرلمان كيف كيف قالوا لي أنه أنا نعمل في السياسة لصالح من؟ عمري ما دخلت حزب. كل ما في الأمر أنه واحد يقول الكلام اللي قاعد يرى فيه، يطلع الرأي العام يحس بلاده في خطر ويطلع الرأي العام يقول لك تعمل في السياسة. مثلا تعرفش قالوا لنا في مجلس النواب يقول لك برا مش يشكي على جاي تحت في الكلام هذا. يعني المجلس النواب اللي هو أقوى سلطة في البلاد، السلطة الأصلية كما يقولوا هما، واللي هي تفتح مباشرة يعني الملفات، وقت تقول له راهو قناة الزيتونة تبث من الخارج وتدفع عملة صعبة ولا تمر عن طريق البنك المركزي، يقول لك هاكا قدامك القضاء، شبيك ما فيش القضاء قبل ما جيني أنا. يعني هذه تقال راهو تقال في الأسبوع الفارط في لجنة الحقوق والحريات، بخلاف فهمتني الكلام اللي قال في شأننا نحن وفي شأني شخصيا مثلا، يعني نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني اليوم رئيس هيئة يقول لك أنا قاعد ندعى عليهم نستمع في المغرب باش نبدا. هل سي نوري لازمي باش يسكي بيه باش قدم بشكوى ولا؟ احنا راهو قدمنا، راهو قدمنا راهو الشكاوى قدمتهم الهيئة سواء في شأن سعيد الجزيري سواء في شأن نبيل القروي. لا المرة هذه مش شكوى تقنية، هذه المرة هذه شكوى أخرى من نوع آخر. لا 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 خطابات الكراهية وخطابات التحريض وكل شيء، ثم حتى شكوى شفنا المآل نتاعها. بينما إيه ما انا علاش قلت لك سي نوري لازمي، خاطر يمكن تتبدل، مش كيما واحد يدعي على انستيتيوسيون كيما واحد يدعي على شخص. معناها نتصور كان السيد الوالي ولا السيد رئيس الهيئه يقول لا نحن حق الشخص. البيان نتاعنا خرجناه اليوم، خرجناه البيان فيه انه احنا سوف في نلجا الى النيابه العموميه في الشان هذا. هاو باهي داكور، شكرا لك سي هشام السنوسي على مثل هذه البرامج. يعيشك خويا، يعيشك عضو الهيكا. نمشيو بوز صغيره ونرجعوكم. توا وقت صلاه المغرب.